في فقرة كود فاخ كانت لنا خرجة ميدانية مع فرقة الدراجات النارية للأمن الوطني، وهذا باش نتوقفوا على المخالفات المتعلقة بالتجاوز الخطير وأيضا المناورات الخطيرة على الطرقات السريعة. هي دائما يعني المواضيع تتمحور حول السلامة المرورية، يعني يعني الهدف الأساسي يعني والرئيسي الأساسي والرئيسي هو الحد من حوادث المرور. كيف ذلك؟ يعني مدير العام للأمن الوطني يعني دائما يعني يضع استراتيجية يعني استباقية، خاصة نحن نعلم على يعني بداية فصل موسم الاصطياف ونعرف هناك يعني حركة مرورية كبيرة للمركبات للأشخاص. روح خويا روح يوليتي روح. معليش وثائق السيارة من بعد نهضرو. بسم الله، عطيني بالكارت غريز لاسيرونس. المخالفة اللي درتها هذيك مخالفة كنت قادر تدير حادث مرور، وأنا كنت موراك مباشرة يعني صح. دونك عندك هذيك تدخل في المناورة خطيرة هكذا، استعملت الغماز في اخر لحظه يعني سي تروطار هكذا، ما نقدرش نعرف باللي انت راك داخل ولا ما راكش داخل هكذا. دونك عندك مخالفه تدخل في المناورات الخطيره اللي كانت تقدر تسبب في حوادث مرور. اوكي، استعملت على الغماز تاعو كان في اخر لحظه والدخول المحول كان يقدر يسبب حادث مرور هكذا. في هذه الحاله واش المخالفه ترتب عليه؟ عنده دخل المناورة خطيرة 7000 دينار جزائري، عنده ما بين 5000 إلى 7000، حنا نديرو له الحد الأدنى 5000 دينار جزائري. كل هذه يعني الممرات هي تشهد حركه مروريه كبيره. اذا احنا المدير العام للامن الوطني من خلال يعني العمل الاستباقي اللي تقوم به والتركيز دائما على العنصر البشري من خلال التواجد الامني في الميدان على مستوى النقاط السوداء الى غير ذلك، يعني الاستراتيجيه تتمحور دائما يعني في الحد من حوادث المرور بمختلف الوحدات العمليه التي تخدم في الميدان، هي تعمل في الميدان العنصر البشري الموزع يعني على مستوى النقاط السوداء. تدير مخالفه ومن بعد تقول اسمح لي؟ لا انتك واعي، انتك واعي. اي واعي. علاش دير المخالفه؟ شي تتبع في جي بي اس عن بالي، ما تتبعش جي بي اس عندك قانون المرور تمشي عليه ماشي جي بي اس. جي بي اس وفق قانون المرور، هكذا خويا. دونك عندك مخالفه اللي هي عندك مخالفتين، سير على الرواق الاستعجالي وتجاوز المثلث الفاصل. عندك مخالفتين، المخالفة الأولى اللي هي السير على الشريط الاستعجالي بدون سبب دون ضرورة حتمية، أما الثانية فهي تجاوز المثلث الفاصل. تحياتنا، السلام عليكم. عطونا وثيق السيارة معليش، الله غير بلعب نتقلقوا ما والو. شكرا. احنا دائما الهدف تاعنا وهو يعني حماية المواطن يعني في الطرق السريعة وحتى في أوساط المدن، يعني خاصة يعني ممن يرتكبون المخالفات الخطيرة واللي غالبا يعني ما تكون هي سبب رئيسي لحادث المرور، والنتائج كما رانا نشاهدوها يعني عبر وسائل الإعلام وحتى يعني عندما نكونوا يعني في الميدان نشوفوا يعني حادث مرور يعني وخيمة والحاصلة حتكون كبيرة وكبيرة بزاف. دونك على بالك أخي المواطن، المخالفة هي 5000 دينار جزائري، السير إلى الخلف أو الرجوع إلى الخلف طريق سريع. داكور، تقبل المخالفة تاعك. معليش. اللهم بارك، شكرا. ندير لك المخالفة. معليش، وأنا عندي ملاحظة.
مرحبا فقط يعني. معليش مرحبا بك. بالنسبه للمخالف باش نقولوا هذا مخالف خالف القانون لازم تكون عنده قصد النيه قصد. ولكن انا نجاوبك بالقصد او بدون قصد يقدر يدير ديغا ماتيريال وايمان الاحتياطات تاعو وراه انت تاخذ الاحتياطات تاعك بصح السائق اللي راه جاي موراك يقدر يشوفك. معليش اسمح لي نقول لك انا برك كيما نقولوا بتجربه تاعي في الطريق. انت تسوق مليح كاين اللي ما يسوقش مليح كاين اللي ما يشوفش البعيد كاين اللي ما يشوفكش كي تكون مولي. نيه والقصد باش نخلفوا القانون ما عندناش. ها في الاعتقاد تاعك ما كاش خطوره عندما درت هذا؟ لا واحد اللي ما ياخذش الاحتياطات تاعو بيانسير تكون خطوره. الخطوره الاولى هي عندما طراطي الخرجه تاع المحول راح تفريني بزاف. راك تشوف موراك عندك فريني شويه المراه العاكسه بصح لو فيك تفريني ديجا ياك تشوف المراه العاكسه. الا كان جا واحد لاصق فيه ما تفرينيش تروح تكمل. انت راك عندك روتروفيزور هو اللي تاكد فيه تشوف. في مثل هذه الحالات احنا كنت تدخل تاعنا يعني صارم ونقدموا كذلك يعني ارشادات في مجال السلامه المروريه دائما للحفاظ على حياه المواطن وحياه كذلك الحاله الاقتصاديه للفرد. النهار منصتكم الاشهاريه، اختر منصتك لاعلان اشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.